السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كده الفيديو ده يعجبكم جدا 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 ضرب نار. فالنهارده يا جماعة في حد طلب مني ان انا ايه، قال لي ابعت لنا فيديو كده نداء وانت بتغني في فرح شعبي، عايزين نشوف الافراح الشعبية في القاعات وفي الشوارع والحاجات دي عاملة ازاي. قلت لهم اوكي، هنيا الاثنين اجمل فيديو لاجمل شعب نداء ربيع واجمل الجمهور الحبيب، جمهوري الحبيب. النهارده يا جماعه جايب لكم ايه، فيديو كده ده بقاله حوالي بتاع 3 4 سنين كده، كنت بغني فيه في قاعه، وكنت بغني اغنيه على دمش عيونها، وكان اي اغنيه غني الشعب بتاعتنا بقى اللي هي بالبهارات وبتنحكشها والكلام ده كله، اغاني جميله 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 جميله. فتابعوا بقى تابعوا حته برده اغنيه بتاع دي برده. الفيديو ده في حد كان مصورني وكمان رفعه على قناته، القناه بتاعته بتاع اليوتيوب، فانا برده هاخد حته منها بسيطه صغيره عشان حقوق طبع النشر. فاسمعوا بقى، اسمعوا وانا هتكلم بعدين لان كتر الكلام بيصدع الدماغ. يلا اشتغل. ايوه تيري 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 تيري. اهو سمعتوا يا جماعه، سمعتوا الموضوع كله، ان الاغاني الشعبيه بتبقى لها طعم تاني ولها مذاق اخر ولها دنيا تانية وليها بصوا فرحه ما فيها بعد فرحه. دول على العموم دول يعني انا عارف دول اصحابي اللي بيرقصوا، دول كلهم اصحابي يعني، وناس محترمه وناس جدعه وناس كويسه، وكان العريس صاحبي كمان يعني، كان الفاتحه بتاعته، وربنا يتمم له بخير وربنا يقدم له اللي فيه الخير. فانا يعني ايه، الناس اللي بتقول لي يعني ده انت ما بتنزلش افراح شعب والكلام ده، فيا جماعه اهو، وانا كمان هبعت لكم فيديوهات بالهبل اغاني شعبيه انا عاملها يعني بغني فيها شعبي. فانا بحب دايما اللون اللي الناس بتحبه، اللي الشعب بيحبه، اللي الجمهور بيحبه، اللي كل العالم بيحبه. سلام شحت محت لاصحابنا الحلوين، اجمل صباح عليكم، اجمل الخاتم تاني يا جماعه. بقول لكم ايه، الخاتم ده بتاعنا، يجرى جيوكو فيها الخاتم ده يا جماعة، عليه قصة جامدة 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 جامدة. فأنا هعمل لكم حلقة مخصوص عشان خاطر الخاتم ده، عشان كل ما حد يكلمني يقول لي يا عم أنت واخد دماغنا ليه، يا عم أنت دوشتنا بأم الخاتم بتاعك ده، وخاتم سليمان؟ لا يا حبيبي مش خاتم سليمان، بس الخاتم ده ليه قصة بصوا وما تتصورهاش. فالموضوع كله إن أنا بقول لكم بس، بعت لكم الفيديو ده بصبح عليكم، أحلى صباح عليكم، أحلى صباح على كل الناس الجدعة، واحلى صباح على كل الناس اللي بترقص الهيصه والليصه. اهو ارقصوا يا جماعه، ارقصوا يا جماعه، تيري تيري. ايوه شفت يا جماعه، البنات بترقص اهي. يلا انا مش عايزين بقى ايه نجيب كل شويه، انا مش عايز اجيب نفسي، انا عايز بحب الناس انا الايه اللي كل شويه اهي. اوبا تيري تيري تيري. ما تقوليش بقى ولا سفنوز ولا مرصاص حبايبي، كل سنة وانت طيب. باي باي.